عالم نارك شو اللي جرى شلون انهدم دارك احكي احكي وحاجتك الدمع ما يفيد فيد اللي ماشي مثلك بمشوارك احكي 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 لنعرف شو سبب هالحال عم الهدوء اركض ورك يا مال احكي مفيد يلي بضريقك مال تنازلت مرة صفيت عهالمنوال وين المثل وين القيم ضاعت ما بين ظلم وألم عالسين بعيونك ندم مين اللي عم يسرع بقلبك ضع بيهمه تبقى هزيل بآخر صف اتزوقي بر من كل عل صنف كفك بكفي نبقى سد وصف ونقول لا لا تبرد وصار عسير بوش الريح لا تقبل بواقع مريض وجريح خليك بكلمة حق جريء وصريح لا تستكين للصمت لا تستكين للصمت كسر كسر حاجز الصمت المهم بقيت عنده في الدار 3 سنين ما أنا عايشة ولا ميتة وسعيد رغم شربه كان يشتغل ويقدم للبيت شغله ما كان يكفيه حتى حق الشراب كان عنده أخ أكبر منه ميسور الحال كان كل فترة وفترة يعطينا شوية فلوس نتعاونوا فيهم يعني كنتوا عايشين على الكفاف واحد النهار نعسى في الدار زينب زينب زنوبة زنوب زوز قومي قومي فيك الناس اشو وقع جاو معايا ضيف قومي حطي لنا الماكلة اهلا وسهلا احباب نور البيت تفضل هارف بيه كانوا 2 اول مره كنشوفهم ما ارتحت ولا الواحد فيهم نظراتهم كانت تخوف قلت مع راسي سعيد يعرف اولاد صغار Thank you.
احلى اصحاب. نور البيت. نور كبير. علاش ما قلتيش لينا انك مزوج مرة زوينة؟ يا اخي والله سعيد ديما كيعرف يختار. انت ما شفتيش البنت اللي كانت معاه ديك المره؟ اسكت دابا تسمع. اول مره كنعرف انه سعيد بيعرف مره ثانيه. واحد عنده مراه بحال مراتك، زوينه وصغيره ومازال تقلب على البنات، شحال طماع. واحنا ما نلقاش حتى قطه تشوف فينا. واخا الواحد يجي الرزق حتى اليد ويقول لا. انا كنت مزوج وحده بحال مراتك نقول لا. حتى انت البنات كثيره وصغار من مراتي، علاش ما تتزوجها؟ واخا الزواج يبغي صحابه. وعلاش ما تكون انت من صحابه بحالي؟ من صحابه بفلوسك ولا بفلوس اخوك؟ انا واخويا في حال في حال. نجيب لكم لك. نور البيت. اهلا وسهلا بصحابك. ربي يخليك. أنا فايت. أنا تصبحوا على خير. تصبحوا على خير. يعطيك الصحة. تفضل تفضل. صدمت لما عرفت أني سعيد على علاقة بمرأة أخرى. أنا كرمتش واحدة غيرك، حب غيرك، أشوف غيرك. ما تنكرش يا سعيد، راه سمعتك وسمعتهم. سمعتينا. وبالإمارة قلت لصاحبك هذا يجيه الرزق بين يده ويقول لا. ما تذكرش، أنا قلت هيك. إيه، قلتيها. الله يسامحك، الله يسامحك. كنا سكرانين، والواحد وقت لما يكون سكران بيقول أي كلام. سعيد، أنت كتعرف مرة غيري؟ كنعرف، لكن ما كاين حتى علاقة بيناتنا. بعض المرات كنت شوفها في الطريق، كنتكلم معها كلام وصافي. زينب، أنا ما كان أبوي حد غيرك، أنت حياتي كلها، عمري كله. صدقته، ما كان فينا غير صدقه. ولكن بقت المشكلة في صحابه. زينب، وحياة الحب اللي بيناتنا ما كان يكذب عليك؟ سعيد، ما تعصبش إذا قلت لك ما ارتحت لرفقاتك. أنت لسه ما عرفتهمش، هدوك أحسن صحاب عندي. ما بدي أعرفهم وما قبلاش يجيوا عندي لداري. أشهد الكلام. سعيد أترجاك، ما حبيتهم. مين قال لك حبيهم؟ هدوك صحابي، صحابي ديالي. زينب، احنا اتفقنا وخلاص. علاش اتفقتوا؟ اتفقنا كل يوم بعد القهوة يجوا يسهروا عنا. كيفاش؟ ما يمكنش. انتي ضلي ناعسة، لا تدخلي ولا تخرجي، هما حيجيبوا الماكلة والشرب معهم وما حياخدوش مني فلوس. سعيد، انا كنخاف منهم. وعلاش تخافي منهم؟ خفت نقول له كيف كانوا كيشوفوا فيا، كيف واحد منهم غمزني. ولكن سعيد عصبي ويغار علي. لا شي حد منهم شافك شوفه ما مزياناش؟ لا قصدك اللي كيسكروا كيخوفوا. حتى انت لما تسكر تخوف. هما بالصح كيسكروا، لكن ما كيغلطوا حتى في واحد. زينب، هادوك اصحابي، اصحابي من روح الروح، وعمري ما شفت منهم الا كل خير. شنو حتى اليوم حتسهروا؟ اليوم وكل يوم. انت اش دخلك؟ اش دخلك مادام نعسه وسد عليكي باب بيتك؟ وصاروا يجوا يسهروا عندكم كل يوم تقريبا. بعض المرات يجوا يلقوني نعسه، وبعض المرات فايقه. والصراحه سعيد ما كان يفيقني من النعاس، وحتى انا ما بطلع برا الغرفه. ولكن احيانا اضطر اطلع مشان افوت الحمام. ووقت اللي تمري من جنبهم كانوا يطلعوا عليكي نفس التطليعات وأكثر. أنا ما كنتش عارفة أنه سعيد مش جالس معهم. لكان وين كان؟ بالمطبخ. لو شفتها تغير أحوالك. يا سيدي أنا رايح. أجل نسيبك شغل. إحنا مثل إخواتك. What the...
ضحكوني معاكم. كاسب 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 كاسب. كل واحد يضحك لحاله. ما يكفوش. زيد قلي. صافي. انتم جيبوا اللحم وانا نقلي. لو كان تعرفين شحال انت زوينه. سعيد ما عرفش قيمتك. علاش سكتوا؟ هي انت ما اخذت بوسي منها يبقى خسرت الرهان. خسرت الرهان لكن من بعد ما نخسرش. صحتك سعيد. صحتك سعيد. مرحب بالاحباب. بس هالمره اكيد قلتي له ما قدرتش. خفت. حتى لو كان عصبي كان لازم تقولي له طالما هالشي عم يصير من قفا ظهره، طالما هالشي غدر من اصحابه. زينب قولي لي بصراحه، جوزك لو دري بيسكت؟ اكيد لا. انا خفت، خفت يرتكب شي جريمه. بس كمان هذا شرفه، كان لازم تلاقي طريقه تخبري فيها. هذا اللي كان بيعذبني ويحرمني الراحة عام كامل. لو كنت قلت له ما كان صار اللي صار. ما كان صار اللي صار. ما فيني كمل معه اليوم. ولي على هالشركة كلها وجوه بتقطع الرزق، كلهم بارمين بوزهم، لا في لا بنت ولا شب قدي لا أخد وأعطي معه. مشان هيك عمتي عجبتها الوظيفة. اسمه ربيع، هو مثل الخريف. ما تشتغلي؟ ليش هيك عم تطلع فيني؟ والله ما بقى الا تعملي لي كفايه. يعني انت هلا ما فيك تدير المصنع اللي بحلب وانت قاعد هون؟ ما بقدر. كيف يعني ما بتقدر؟ اذا انت حاطط مشرفين عمال ومراقبين ومدير مصنع. ولك سالتني وقلت لك انه المشروع لساته باوله. يعطيك العافيه. يا ابني مزبوط كلام ابوك، اذا ما كان على راس عمله بيسرقوا. اها فهمي لي الافندي. يعني هلا كل اصحاب رؤوس الاموال بيتركوا بيوتهم وبيداموا بشغلهم مشان ما حدا يسرقهم؟ هيك ما بيكون حدا اشتغل. عم تكذبني لك ربيع؟ لا انا ما عم كذبك، بس انا عم اقول يعني انه ما حدا طلب منك تقول، واذا عندك راي احتفظ فيه لنفسك. لك يا ابني الله يرضى عليك، ليش عم تاخذ وتعطي مع ابوك؟ خليه يشوف شغله، بعدين انت ابوه ولا هو ابوك؟ والله انت يا ماما مو فهماني شيء. المي ماشيه من تحتك وما نقدر يعني. ام ربيع اتركينا لحالنا لو سمحتي. طيب يلا ماما رايح. هلا انت رح تصير رجال ولا ما رح تصير؟ اللي بعرفه اني رجال. لا انت ولد افسدك الدلال. لو كنت رجال كنت بتعمل حساب لأبوك يلي رباك وما قصر عليك بشي ومو بتجادله على الطالعة والنازلة. ولك دلني على ابن بالدنيا بوقف لأبوه سنجع عرض وبيقول له اعمل هيك ولا تعمل هيك. انت شو قصتك؟ ها؟ بصراحة انا داخل ايه منك؟ عم بسمعك وطنش وقول لحالي بكره بيعال. طب هذا ليش التعصيب كله هذا يعني؟ لأنك ما عم تفهم علي، رح تجنني. خلاص روق بابا روق روق. لك يا ربيع انت بحكيك هاد عم تقلب امك علي، وانا ما صدقت ايمتى عودت على الحياه اللي فرضت عليها. بس انا كمان من حقي شوف حياتي. كيف يعني؟
يعني شغل شغل يعني لا عم روح هيك ولا عم يجي هيك. ليش مين قال انك انت عم تروح هيك ولا هيك؟ إيه لانه كل حكيك هاد وكانك عم تتهمني بشي، وانا ما بعرف غير امك لا هون ولا برات الشام، واذا عقلك عم يقول لك هيك شيء تسكته. هلا كل هاد لانه عم نتناقش؟ ولك النقاش بنفس الموضوع بصير مره تنتين عشرة، ولك ما بتمل؟ مو لحتى اقتنع بالاول؟ عمرك ان شاء الله ما تقتنع. لا عم شو بتقيس؟ بصيلي اذا مالك متزوج وحده تانية. لا لا ما بقدر اغيره، لانه اذا غيرته حيحسوا انه في اكثر من واحد عم يقول نفس الكلام، واكثر من واحد يعني تنظيم، والشغله فيها ادم يا باشا. لا لا لو شاكين فيه ما كانوا تركوه. ايه اكل قتل الحمار ما بيتحمله. طمن طمن، بتعرف الخاتم بالاصبع؟ هو مثل الخاتم باصبعتي. ايه عم بعطيه بس ما بقدر اعطيه كثير عشان ما يشك. لا تخاف عم شبعه. على كل الاحوال اعتبارا من بكره الامور يعني كلها ماشيه مثل ما بدنا، وراح ينزل على الشوارع. شلون؟ امرك امرك. ولا عاد سمعت صوت موتوره، معناتها لا جائر ولا تنيح. قالت لعمتي لا ترك ومشي. بس اذا ترك ومشي لانه عمتي ما وافقت، معناتها ما كان يحبني كتير. لكن ليش كنت حس انه ما بيقدر يعيش بدوني؟ خلينا نحكي بصراحة ومثل ما بيقول المثل على بساط احمدي، انتو مرتاحين بالسكنة بهالبيت ولا لا؟ طبعا مرتاحين. في شيء من الكماليات او من الضروريات مو موجودة فيه؟ لا لا. مو أحسن من الخرابة اللي كنتوا ساكنين فيها عدم المؤاخذة؟ بيتنا ما كان خرابة. لا خرابة. خرابة ولا مو خرابة يا ناهد؟ والله بالنسبة للبيت اللي قاعدين فيه انجاج مخلوع. لاحظوا اني ما عم حملكم جميلة او منية لا سمح الله. هذا البيت رح يضل بيتكم مهما جرى من حديث بيناتنا. منسوا موضوع ابني، لأنه إذا إجا على غفلة رح بشتري له بيت وأفرش له إياه. يمكن يكون كلامي غريب عليكم شوي، فقط حتى أفهم منكم وتفهموا مني. رح أضل عمو برهان يلي بحبكم وما بده يخسركم. أنت هيك شغلت لنا بالنا عمو برهان، شو في؟ أنا قبل ما أقول اللي عندي يا ناهد، ومن خلال معرفتكم فيه بدرت مني أي إساءة بحقكم. لا لا، أي محاولة لاستغلالكم. أعوذ بالله. أنت يا ناهد أقرب إلي، أنا طلبت منك أي طلب مقابل أي خدمة قدمت لك إياها؟ أبدا أبدا. إذا ما في أي نية سيئة تجاهكم. إذا أي وحدة منكم عندها أي شيء تقوله، الأمر بيتعلق بالسهرة اللي سهرناها هديك الليلة. أنا لاحظت أنه الآن صفاتين كانت مكركبة شوي ومزاجها ضارب. لا أنا؟ صح يا ناهد؟ بصراحة لأني ما بعرف ضيوفك. بس بتعرفيني أنا رجل أعمال، ورجال الأعمال دائما معرضين لاستقبال الضيوف. الضيوف على الأغلب عملاء، يعني في بزنس بيناتنا
وما بقدر ما استقبلهم احسن استقبال اذا كانوا بيفيدوني بشغلي، ولازم امن لهم الراحه والتسليه. واذا في بنات حلوين على طاولتي مثل حكايتكم، ضيوفي رح يكونوا مبسوطين. فاجأتكم؟ مولا تكمل حديثك عمو برهان؟ هذا هو الموضوع، أو هذا هو العرض اللي عم أقدم لكم إياه. أنا بدي إياكم تكونوا سكرتيراتي. فهمتوا شي يا بنات؟ هلا كيف بتتم الصفقات بين رجال الأعمال؟ معظمها إذا ما كانت كلها بتتم على طاولات الغداء أو العشاء أو السهرة. ولأنكم حلوات يغزي العين حولكم، وجودكم معي بسهل علي عقد أي صفقة. هذا ما بيتطلب منكم إلا أنكم تعطوا ضيوفي ريق حلو، شوية مجاملة يعني بالنظرات بالابتسامات إذا تطلب الأمر، بحدود الأدب، غير شيء لا، لأنه أنا ما برضى. أنتم مثل بناتي وأنا مسؤول عنكم أكثر من أهلكم. وأوعكم يخطر لبال واحدة منكم إنه يكون عند الضيوف اللي بنسهر معاهم أي فكرة سيئة عنكم لا سمح الله. أنتوا سكرتيراتي وشرفكم من شرفي، وهذا اللي قلت لهم للضيفين اللي صرتوا معاهم هذيك الليل. وكل صفقة بتتم وأنتوا موجودين معي، كل واحدة منكم راح تاخذ مكافأة، وقيمة المكافأة تتناسب طردا مع الصفقة. أنا راح أقطع حديثي وأمشي، فكروا على مالكم، على أقل من مالكم، وأي قرار بتتخذوه رح يضل هذا البيت بيتكم. سلام. شو صار معكم؟ والله أنا محتارة. لك أنا خايفة. شو يعني نقعد مع ناس ما بنعرفهم ونسايرهم وندللهم؟ الناس الغربة اللي بدهم يشوفونا شو بدهم يقولوا عنا؟ لك نحن رايحين نقعد بقهوة النوفرة، نحن رايحين نقعد بأرقى المحلات يلي كلها عائلات محترمة، كله أرستقراط، يعني نحن كمان محترمات مثلنا مثله. بس يا ناهد ما بيصير. لك شو بكي أنت شو بكي؟ نحن صفتنا مع سكرتيرات، يعني بنتصرف مثل ما بيتصرفوا السكرتيرات. ايوه، وانتي بتعرفي كيف بتصرفوا السكرتيرات؟ بأدبن وبأكابريتن. بعدين نحن ما لح نتحركش بحدا، وطالما قاعدين بأدبنا ما حدا قاله عنا شي. والله يا حبيبتي انا ما بقدر اسهر لانه انا موظفة. الا اذا كانت السهرة يوم الخميس. انا مالي مسرورة لكل هالمشروع، الى الي وظيفة شريفة احسن لي. لك وظيفة؟ وظيفة وانت حتاخدي من كل صفقة مكافأة؟ والله يا ناهد الشغلة بدها تفكير كتير. الا اتخنتي انت التانية. يعني انتي موافقة؟ طبعا انا موافقة. شو رامي؟ بتطلع عجنانة بتتسلى اكثر؟ ما بدي. بعتيلي ماما. الماما رجعت على البيت. ايه طبعا، ابنها عم بيموت هون وهي بترجع على البيت بتقول يلا، بلكي اذا رجعت بلاقيه خلصان. عيب هالحكي يا رامي، هيك بتحكي عن امك؟ هي مو شاطر غيب المواعظ، اعمل هيك لا تعمل هيك، اوعى من البنات، البنات سبب كل علي. بدي اياك تجيب لي شهادات، بدي اياك تنجح بالجامعه، اوعى من البنات، بدي اياك تتجوز بنت عبا خلود.
من البنات. دكتور أحمد. من البنات. دكتور أحمد. دكتور أحمد. مردان طالعوني على غرفتي. وليد معقول يكون هن؟ نعم اذا ما فتحتم الباب اكيد راح يخلعوه. مين؟ هذا ابو شفيق. بس ابو شفيق معه مفتاح. لا لا هو هو. هذا انا مو غيري. شفيق يعني ليش عم تدق الباب؟ ما معك مفتاح؟ لك ليش هيك عامل بحالك؟ يعني اتضايقت من الشاشحة، قلت بشتري هاي البدلة وبطلع بتعشى برا. طالع هيك؟ ما حدا بيعرفني، إذا أنت ما عرفتني مين راح يعرفني؟ لك شو أنت مجنون؟ لا مو مجنون، اطلع علي يعني بتصدق إنه أنا اللي كنت دور بالشوارع؟ لا والله، فارق كثير. شو هاد؟ ميكروويف جديد، هدية مني لك. ميكروويف هدية؟ وكل ما تعجبني زيادة بجيب لك هدية للبيت، وهيك بتكون عم تفرش بيتك شوي شوي. وأنا بقترح تخليه بكرتونته، لأنك ما راح تعرف تستعمله. وكل شيء بجيب لك إياه خليه لوقت بدي جواز. شلوني معك؟ الله يكتر خيرك. طمني، شلون رجليك؟ أحسن، ليكني لبست الكندرة وما صار لهم شيء. يعني بكره طالع؟ ايه ايه على الكتب. حاضر. من هلا ورايح ما راح اجيب لك ورق مطبوع، قلم نقلك وانت تكتب. اكتب. الميزانية عم تضيع والبلع شغال. الجملة الثانية، المصاري على قفا مين يشيل، بس على جيبة مين عم تفوت؟ وارقصي يا سلوى. مين هي سلوى؟ اي اسم؟ ليش انت بتعرف شو عم تقول؟ هدول هنن بس؟ وبيناتهم بعض الجمل اللي انت حافظها. خذ وهي 5000 ليرة. الله يكتر خيرك. أنا رفعت لك الأجر عن كل يوم شغل. شلوني معك يا عزيز؟ مبسوط؟ الحمد لله. قلت لي طلعت تتعشى برا. طالما طلعت جديد طخ أنا عازمك. خليني أتبين معك يا عزيز. اكتب عنوان المطعم لحتى تلحقني لهنيك. حاضر. طالما طلعنا على المطعم ليش ما نطلع سوا؟ ليكني لابس. شو تنسيان إنه مو لازم نشوفنا حدا مع بعض؟ ها؟ ان شاء الله بالمطعم كل واحد بده يقعد على طاولة لوحده. لا 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 بالمطعم نقعد سوا، بس هون لا، بالحارة لا. اكتب العنوان. حاجة رشاد بيه ده ما يقلقش ابدا، اصله معرفة قديمة من زمان زمان قوي. بس انا بقى عارف حلودي لكن مو تغير عم مسلمة معنا. كيف يعني؟ كانت معظم الليل والنهار يا تقضي عنا يا نقضي عنده. هلا قليل عم نشوفها. ايه لانه شغلها كتران وملبوكه بابن هرامي الله يعينها. صحي مو لازم نزوره مره ثانيه؟ لازم نشوفه كل يوم. ايوه بس لانه مو مطول. بس عمي ما عم تقلنا تعوا معي. بلكي عم تنسى. خلينا نحن نقول له. قبل ما نقول له في إلي حديث معه. اسمعني مسترجيحة. كيفي؟ حديث شو؟ حديث. شفقتي عليه لرامي معه؟ لك ما بدي اشفق عليه. يا حرام وشو شلون صاير؟ لك شعره كله هر. الله يشفي.
للأسف حالته كل ما لورا. حتى الجرعة ما جابت نتيجة لأنه جسمه ما عاد تقبلها. يعني على الأغلب خلال هذا الأسبوع. بعد فرجي لك هيك هيك انا لازم اعيش مثل هالناس اللي هون. ولي شو في فرق بين هون وبين المقبره اللي انا عايش فيها؟ لك بزمتك بزمتك يا ابو شفيق. هلا وانا قاعد هيك بهذا المنظر معك، في فرق بيني وبين اي واحد قاعد هون بالمطعم؟ بالعكس انت احسن اليوم، بس بكرة راح ارجع شحات ومجنون. هلا انت معتبر هدول الناس عايشين حياة عزمه هيك؟ اكيد. طلع 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 طلع, طلع عليهم. انت ضلك عم تحلم معي صافي، واذا ما بعيشك حياة عز احلى من هيك بكتير ابقى بزوق بوشي والله لمشيك على الحرير. الدهب مو اغلى ابو شفيق؟ بلا أغلى. وين وين وين؟ شايف هالمنظر ما أحلاه؟ بجنن. أنا كل فترة بيجي بقعد هون بصفون وبصفي ذهني، وأحيانا بضل قاعد لأنسى حالي ويطلع لي الصبح. فعلا الواحد بس يجي لهون بينسى حاله. كيف جماعتك؟ مناح، بس لسه ما خبرتهم عنك. يعني حابب اعمل لقاءك فيهم مفاجأة. كيف يعني؟ بقلك مفاجأة بتقلي كيف يعني؟ إيه بس انا ما بحب المفاجآت، حتى لو كانت مفاجآت سارة. بحب اعرف كل شيء قبل ما يصير. ما حدا بيعرف كل شيء قبل ما يصير الا ربك. طالما انت بتعرف انا كمان لازم اعرف. بدك تحرق المفاجأة؟ بالصفن يا سيدي. نحن كل اسبوع بنجتمع مرة، بتجتمع كل الشلة وممنوع حدا يغيب، وكل واحد منا عنده شي جديد بيعرضه على التاني. بس اليوم اللي حتيجي فيه انت ما بظن انه يكون في مجال لحدا يحكي بأي موضوع، لأنه انت حتكون الموضوع الأساسي. وبقدر ما بتكون صادق وواثق من نفسك بتنجح بالامتحان. امتحان؟ اليوم اللي بدك تلتقي فيهن حيكون امتحان صعب بالنسبة إلك، وعلى ضوءه يا بتكون منا يا بنقلك حل عنا. وشو نوع هالامتحان؟ هذا اللي ما بقدر قلك عليه، لأنه هيك بكون نورتك. لازم تنور حالك بوجوده. يعني هن بده يسألوني أسئلة؟ لا تتعب حالك، ما رح جاوبك. فعلا كأنه منظمة سرية مو شلة. دامر اوعى تكون المسألة مسألة أحزاب سياسية وما شابه. لا 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 لا، نحن أبعد ما نكون عن السياسة، مع أنه منهتم فيها كتير. امشي فوت على شي محل ونشرب شي. بس على شرط، هالمرة أنا بدي أدفع الحساب. إذا بتشرب معي كاس خليك تدفع. يا سيدي ما حأشرب، بس أنا بدي أدفع. تصطفين. سلمى. أهلين سيد أسعد. كيفك؟ الحمد لله. أنت كيفك؟ مبسوط، مبسوط أكثر لأني تعرفت عليك قبل ما أموت. بعد عمر طويل. ستي طويل قصير، المهم بده يخلص، بس الله يقدرني أعمل شيء لآخرتي. خلي صلتك قوية بالله عز وجل. وأنا هذا اللي عم بعمله. شو رايح تزوري ابني؟ طبعا. يا ريت تضلي جنبه هالأيام هي. ليش رجع انتكاس؟ لا بس تذكرت انه انا اب وتخليت عن اولادي، حابك تضلي بجنبه. ما عم تشوفون اولادك؟ عم شوفهم، بتجي امهم هي وياهم كل اسبوع بشوفوني مره. ان شاء الله وضعهم منيح. بالنسبه لوضعهم المادي هن بامان ولعشرين سنه لقدام. هن ما بيعرفوا انه انا منصاب، بس امهم بتعرف. بس كل ما بيجوا ليزوروني بحس انه بيعرفوا انه بالمره الجايه ما حيلاقوني.
لأن أمهم قالت لهم إنه وضعي ميؤوس منه. وهذا الشيء بيعذبك ما؟ هلا أنت مشغولة وبس تفضي بقعد بحكي لك عن علاقتي مع أولادي. هن يعني كلياتهم صبي وبنت. الله يخلي لك يا عم. الله يحفظك. خلص ولا يهمك، نحكي عن إذنك. مع السلامة. يا ريتني تعرفت عليك قبل ما أغلط، كنت ما عرفت حدا غيرك، كنا تزوجنا ولا كبرت ولا مرضوا. بس لا أعطوني برد من أول. سلامة قلبك. لانه البلع شغال. ايه المصاري كتيره ومقتله حالها، بس على جيبه مين بتروح؟ ايه وانا ابو الريش ان شاء الله تعيش. طيب ليش الميزانيه عم تطير؟ لانه البلع شغال. ايه الحلوين الله 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 بيحبهم، الله بيحبهم الحلوين. طيب إذا في مصاري كتير طيب على جيبة مين عم تروح؟ على جيبة مين عم تروح؟ ورقص يا باهية، ورقص يا باهية. أنا أبو الريش إن شاء الله تعيش. رقص يا باهية، أبو الريش إن شاء الله تعيش. أبو الريش إن شاء الله. ورقص يا باهية. متأخرة 12 دقيقة. ايه عجقة سير. بس بتعرفي في عجقة سير بطريقك لهون؟ اطلعي قبل بربع ساعة من بيتي. مو كل يوم في عجقة. هالمرة مرقت لك اياها، تاني مرة ما تلومي الا حالك.
هي سيارة بابا، المفروض هلا يكون بمكتبه. مين له بهالبناية؟ صاحب ولا صاحبة؟ طيب ناطرك لتطلع. انتي بديتي زينب، انتي ناسة بيتك باش يضايقوكي. وانا اللي قلت لحالي بتكوني فرحانة باش نسهر في البيت وما عدتش سرت برا. شوف اطلع صار معاهم في بيوتهم، ان شاء الله ما تيجي لغاية وش الصبح. كلهم عزارة وساكنين عند اهلهم، واهلهم ما يخلوش حتى حد يسهر عندهم. فين بغيتيهم يسهروا؟ في البار. لو بغيتي اسهر انا وياهم في البار. صار معهم في البار، ماشي احسن ما يسهروا عنا؟ ومنين بغيت نجيب فلوس باش نسهر معهم؟ ايش حال من مره طلبت فلوس من خويا وده باش حال صار لي ما خديت منه فلوس؟ ماشي بسببهم. وهذه حلوه، انت مزوج ومراتك في الدار وهم معزار يجي وسهروا عنا؟ واش ما حاسينش بان كتقيدوا لي حريتي في داري؟ اش من حريه بغيتي؟ اش من حريه بغيتي وانت مدفونه في فراشك؟ واخ افترض عنا وليدات، حتى هم حتحبسهم في غرفتهم؟ لا، لو كان عندي ولاد لا كل شي تغير. وما كان ظنكش تولدي. كتعيرني يا سعيد، كتعيرني حيت انا ماشي. هذا هو الواقع. يعني شنو؟ يعني اصحابي هيبقوا هم اصحابي وداري هي دارهم، وإذا ما عجبك الحال روح لبيت أهلك جلسي معهم. سعيد كتعرفني ما نقدش نمشي عند عائلتي. أوف حيرتيني زينب. شنو زعما لازم تسهروا يوميا يوميا؟ كل يوم كل ساعة، عجبك عجبك ما عجبك دابا نطلقك. طلقني زينب؟ ما نقدرش نقول لهم لا تجيو لعندي، ما نقدرش ما نقدرش. اخر كلمه عندي، انت في بيتك واحنا في الصالون، خدي لك شي نوم حتى ما تفقيش على صوتنا. ما غاديش ناكل. قديش المده الزمنيه اللي ضلوا عم يسهروا فيها عندكم؟ 4 شهور او 5 يمكن اكثر. كل ليله كل ليله سكر وعربده. صراحه انا حبست راسي بالغرفه، ما بقيتش طلعت منه. كنتش يا الناس بالرغم مني ما سلمت منهم ابدا. كيف يعني؟ ينتهزوا فرصة أنه بالمطبخ يفتحوا علي الباب. ليش أنتي مالك قافل الباب؟ باب الغرفة ما كان عنده قفل، بالرغم أني قلت لسعيد أكثر من مرة أنه يركبه. قفل باب أوضتك؟ علاش إحنا ساكنين مع حد غير أنا وياك لحالنا في الدار؟
شو حتخسر اذا ركبتو؟ نبغي نفهم في الاول وعاد نركبو. انت منين خايفه؟ من صحابك. شنو قصدك؟ واحد منهم يمكن يفتح عليك الباب وانت ناعسه؟ اللي يسكر يخوف. علاش السكران ما عنده شرف، ما عنده مروه، ما عنده دم؟ هذوك بحال خوتي. انت شنو كتقولي وهم هم سكرانين مصحصحين اكثر مني ومنك؟ شوف زينب، ماشي غاد يفتحوا الباب عليك، اذا واحد منهم زاغت عينه لعندك شويه لنخرج لي كرشو قدام. هما مش ولاد سوق، هما يشبهوا لي انا ولد سوق شي. وما ركب القفل؟ لا ما ركبوش. وانتي ضليتي مصرة انك ما تخبري عن فصولهم. طيب طالما بتعرفي انه هنا حاطين عينهم عليك، ليش ما قلتي؟ يا ريت كنت قتله، يا ريت كنت. سعيد غارق في النهاز، شرب كاس فيها منوم بيصطح جمل. سعيد ما راح ينفعك يا زينب. احنا اللي راح ننفعك، وانت كمان راح تنفعينا. سعيد يا ناس. تبكي الدمع ما يفيد، فيد اللي ماشي مثلك بمشوارك. احكي 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 لنعرف شو سبب هالحال. لا تستكين للصمت.